السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي. هالنهار إن شاء الله غنقدم واحد الحلقة ديال أهمية الأشياء الحلوة يعني الحلاوة بالنسبة للأرانب. يعني في بعض الفيديوهات كتقدمتهم كنا نهضروا على الأرنبة اللي يالله ولدت مزيانة لها لقامة. لقامة شحال واحد كيسولني كيقول لي اسمو هي لقامة. لقامة هي الاشياء يعني البقايا ديال اتاي، يعني ملي كنشربوا الشاي كيبقى لنا داك النعناع و يعني اتاي مخلطين وحنا كنرميهم. هذوك الاشياء هادو مهمين بالنسبه للارانب خصوصا اللي عاد والده. علاش؟ ممكن الناس اللي كيشربوا يعني المسوس يقولوا بلي حنا نعطيهم هذاك اللقامه، هذاك اللقامه ما صالحه لهمش. علاش؟ لان ماشي المشكل اننا كنعطيوهم يعني النعناع وكنعطيوهم اتاي، لا حنا هما سمو كيبغيو من هذاك الحوايج كيبغيو منهم الحلاوه. يعني يعني الانثى اللي تكون يلاه والده بحال هذا الشكل، هي عاد والده، انتم كما كتشوفوا الصغار ديالها، هذه السيمانه الاولى ضروري تعطيوها الحلاوه، واخا غير سكر واخا عسل عادي اللي كيتباع رخيص، ممكن انكم ديروا واحد المعلقه ديال العسل هي كتكون مع الماء. ولقامة انا كنوصي ديما لقامة تعطيوها لها. كاين اللي كيعطيها يعني لقامة يعني كسره وكيقول ياك ما غادي نضرها، لا ماشي مشكل. الحلاوه بالنسبه للارانب راه حتى هي مهمه، يعني ماشي ملي ما تعطيهم مثلا السيكاليم راه داخله فيه واحد النسبه ديال الحلاوه، ماشي ملي ما تعطيهم غير السيكاليم ومثلا تعطيهم الخبز وتقولوا بلي صافي غير الخبز مطحون صافي راه كافيهم، لا راهم كيبغيو واحد النسبه ديال الحلاوه. واحد السيد مصري يعني دار واحد الفيديو وهضر على التمر وقال لك راه مفيد بالنسبه لـ 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 يعني لـ الانثى منين يلاه تكون ولدت. قال لك غير ما تعطيولهاش في النهار من بعد نهار 13، قال لك ممكن ان هذوك الاجنه يطيحوا. انا هذا السيد هذا متفق معاه، لان علاش؟ التمر راه مفيد للانثى ديال الارانب، يعني هو راه فيه الحلاوه الطبيعيه، يعني ماشي الحلاوه مثلا ديال السكر ولا لقامه كما قلنا، هو التمر حتى هو مزيان. يعني تعطيوها له ماشي مع الماء، تعطيوها له هكا كياكلها، يعني تاكلها الانثى راها مزيانه. حنا غير عموما بالنسبه لتربيه الارانب خاصكم تفهموا باللي راه حتى الحلاوه راها كتفيدهم، لان الفيتامينات راهم دايرين فيها واحد النسبه ديال السكريات، بالنسبه للسيكاليم راه دايرين واحد النسبه السكريات. حنا نقولوها بالدارجه كيبغيو الحلاوه، الارانب كيبغيو الحلاوه، يعني لقامة ديال الاتاي يعني الشاي والنعناع كيكونوا يعني البقايا ديال الشاي ملي كنشربوه ما ترميوهش. الناس اللي دايرين فيه مع السكر راهم صالح لهم 100% للارانب، راه الحلاوه يعني كتكون الانثى مسكينه يلاه والده وكتكون منهكه، يعني كتكون ضعيفه، كتكون كتبغي واحد النسبه ديال الحلاوه. الحلاوه اسمو كدير كتنشطها، كتعطيها واحد القوه، يعني كتسترجع ديك القوه ديالها باش كتسترجع النشاط ديالها والحيويه. اذا الصغار ممكن انكم تعطيهم الحلاوه، الكبار تعطيهم الحلاوه، اللي عاد والده تعطيوها الحلاوه. المهم الحلاوه كيف ما بغى يكون النوع ديالها، واخا يكون غير معلقه ديال العسل وديروها له مع الماء، عسل عادي. انا ماشي انا ديما كنهضر في الفيديوهات ديالي ان تربيه الارانب راه سهله، ماشي غادي نقولوا لا عسل السدره ولا عسل الحر ولا شي عسل غالي، لا العسل العادي ممكن انكم ديروا معلقه ديال العسل راها كتفيدهم. ولكن اللي كتفيدها بزاف وكتكون خاصها يعني كتكون خاصها وهي الانثى اللي يلاه ولدات، والاكثريه اللي يلاه ولدات وعاوتاني تعشرت، يعني كترضع، هي كترضع وفي نفس الوقت حامله، هذيك راه كتبغي واحد النسبه ديال الحلاوه باش مسكينه كتسترجع الحيويه ديالها، راه كتكون ضعيفه، كتكون يعني ما
الا جيتو تفكروا يعني حتى المراه الحامل المسكينه ملي كتكون يلا ولدت راك يعني الجيران ولا يعني هادشي في التقاليد ديال بكري كانوا كيتهلاو فيها سمو كيتهلاو فيها كل واحد كيجيب حاجه يعني كيديروا لها الحليب مع حب برشاد البيض مع سكين جبير المهم كيديروا كيعطيوها واحد الحوايج اللي كتسترجع الطاقه ديالها كذلك الانثى ملي ديال الارانب ملي كتكون يعني يلاه ولدات اما تعشرات يا اما يلاه ولدات كتبغي واحد النسبه ديال الحلاوه باش كتفيق من من من, من ديك العمليه ديال الولاده. اذا هذه الحلقه ديالنا هذا النهار بالنسبه للحلاوه بالنسبه للارانب راها مهمه ومهمه بزاف واخا تعطيوها بكثره ما يهمش ما غاديش تضرهم بالعكس غادي تفيدهم. الناس اللي مازالكم ما شاركوش معنا يشاركوا معنا كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم وكنرحب بكم اي استفسار انا راه الاشاره تكيو على زر جيم باش تستندونا وتكيو على زر جرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.